بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في المحاضرة الخامسة من الثقافة الإسلامية، قواعد النظام السياسي في الإسلام. قواعد النظام السياسي في الإسلام وتطبيقاتها في النظام السياسي في المملكة. أولا، قواعد النظام السياسي في الإسلام: الشورى، ثانيا العدل، ثالثا المساواة، رابعا الحرية. أولا الشورى. تعريف الشورى اصطلاحا هي الرجوع إلى أهل الرأي والاختصاص في الأمور التي لا يوجد فيها نص شرعي واضح للوصول إلى الأصلح والأنفع للأمة. أدلة الشورى في القرآن قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. أهمية الشورى: تكمن أهمية الشورى في عدة أمور. أولا، تقلل نسبة الخطأ. ثانيا، توزع المسؤولية، وهذا يؤدي إلى نتيجة الشورى يتحملها الجميع، وأيضا الشعور بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة. الأمر الثالث من أهمية الشورى: وقاية المجتمع من الاضطرابات وعدم الاستقرار. تطبيقات الشورى في العهد النبوي: إن الشواهد والنصوص الدالة على اهتمام المصطفى عليه الصلاة والسلام وتطبيقه للشورى في الأمور العامة كثيرة، فمن ذلك مشاورته لأصحابه يوم بدر كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لنفعل. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدر. التطبيق الثاني للشورى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه يوم أحد في المقام في المدينة والخروج لملاقات العدو، فرأوا له الخروج فخرج صلى الله عليه وسلم. حكم الشورى: ذهب أهل الرأي الأول وجمهور العلماء إلى أن الشورى واجبة، ودليل هذا قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. الرأي الثاني: أن الشورى مستحبة. الرأي الثالث: أن الشورى تكون واجبة فيما أشكل من أحكام، وتكون مستحبة فيما لم يشكل. نطاق الشورى أو مجال تطبيق الشورى: هل تطبق الشورى في جميع الأمور أو أن لها نطاقا محدد؟ يقصد به الأمور التي تعرض على أهل الشورى لينظروا فيها ثم يصلوا فيها إلى نتيجة. يدخل في نطاق الشورى: أولا، النصوص الشرعية التي دلالتها محتملة وغير قطعية على المراد، وأيضا ما يتعلق بتنزيل النص الشرعي على الواقع وتطبيقه عليه. والأمر الثالث ما يتعلق بالأمور الدنيوية التي لم تتطرق لها الشريعة بصورة مفصلة. وعلى كل حال، يجب ألا تكون نتيجة الشورى مخالفة لنص شرعي صحيح صريح. شروط العضوية في الشورى: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التكليف، الشرط الثالث العدالة وتعني الاستقامة، الشرط الرابع العلم وهو في كل مجال بحسبه، الشرط الخامس وهو فهم الواقع. نأتي الآن إلى القاعدة الثانية وهي العدل. مفهوم العدل هو ضد الجور والظلم،
والعدل اصطلاحا إعطاء كل ذي حق حقه من دون نقص أو تعد، كما يعني الإنصاف في المعاملة من غير إفراط ولا تفريط. وجوب العدل وفضله دلت عليه نصوص الشريعة، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. منزلة العدل عند علماء الإسلام. السبب في عناية علماء الإسلام بقاعدة العدل لأنها أساس صلاح الإنسانية وسعادتها والدعامها الرئيسية في إقامة المجتمع الإسلامي، فإن تحقق العدل في حياة البشرية سعدت واستقرت، وهو واجب في جميع مجالات الحياة. القاعدة الثالثة وهي المساواة، ومفهوم المساواة في الإسلام هو عدم التفرقة بين الناس في الواجبات والحقوق على أساس عرقي أو قبلي أو إقليمي أو طبقي أو اقتصادي أو غير ذلك من الأمور الخارجة عن إرادته وسعيه. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. مجالات المساواة: أولا، المساواة في التكاليف الشرعية وأحكام الشريعة كالصلاة والصوم والحج. ثانيا، المساواة أمام القضاء. ثالثا، المساواة في وظائف الدولة. وصفوة القول: إن الإسلام لا يفرق بين واحد وآخر في الخضوع لسلطانه، وليس فيه فرد فوق الشرع مهما علت منزلته. رابعا، القاعدة الرابعة هي الحرية. تعريف الحرية: لغة، الحرية هي الخلوص من الشوائب. التعريف الاصطلاحي الأقرب للنظام السياسي الإسلامي: الحرية هي الإذن للإنسان بالتصرف في شؤونه كلها بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. تأصيل الحرية في النظام السياسي الإسلامي: تدخل الحرية تحت الأصل في الأشياء الإباحة، قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. مجالات الحرية: الحرية الاعتقادية والفكرية، الحرية السياسية، الحرية الاقتصادية، الحرية الاجتماعية. والحرية الاعتقادية هو أن لا يكره الإنسان على الالتزام بالدين، أما المسلم فلا بد له أن يلتزم بأحكام الإسلام، قال تعالى: لا إكراه في الدين، وهذا تتعلق بغير المسلم. قواعد النظام السياسي في الإسلام: تطبيقات قواعد النظام السياسي في الإسلام في المملكة العربية السعودية. في مجال الشورى: الدولة السعودية دولة مسلمة، دستورها القرآن والسنة، وعلى هذا فالشورى مبدأ هام من مبادئ السياسة في النظام السعودي، وقد تحقق ذلك منذ عهد الملك عبد العزيز يرحمه الله، وتطور مبدأ الشورى على يد أبنائه حتى وصل الآن إلى وضعه الحالي في عهد الملك سلمان حفظه الله. مجلس الشورى يضم 150 عضو و12 لجنة في مجالات عدة، ويقوم المجلس بمهامه الاستشارية على أكمل وجه. في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة رسمية مكلفة بتطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية، وتنص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن مهمتها: أولا، تطبيق الشريعة في الأسواق والأماكن العامة. ثانيا، الحيلولة دون وقوع المنكرات ومنع أعمال السحر والشعوذة. ثالثا،
حث الناس على أداء الواجبات الدينية كالصلاة وغيرها. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.